زواج زهرة يفاجئ الجميع. كانت هناك صدمة عندما استقر أندر في المنزل. كان رد فعل يلدز، لكن خالد قال إنه كان عليه أن يفعل ذلك من أجل ابنه وأنه لن يسمح بالتشكيك في قراراته. من ناحية أخرى، يشعر أندر بنشوة النصر عند عودته إلى المنزل. عيد ميلاد ليلى جمع الجميع معاً. كما جاء أليهان إلى عيد ميلاد ابن أخيه، والتقيا بزينب هناك. من ناحية أخرى، سنان، صديقة أندر السابقة، لديها زهرة في راحة يده. وبحسب خطته، تم الاستيلاء على المنزل بسبب ديون زهرة. دفع هالت الدين، لكنه كان أيضاً غاضباً جداً من زهرة. غادرت زهرة ولم تعد إلى المنزل. تعجب والده منه واتصل به وأرسل له رسالة واتصل به. كانت زينب على وشك ترك منصبها كمساعدة أليهان على أي حال، وأصبحت مساعدة المدير العام الجديد جيم. إنهم يتعاملون بشكل جيد للغاية، وتظهر زينب الاهتمام والمودة لابن جيم الصغير. ومن ناحية أخرى، يحاول أليهان الابتعاد عن زينب، لكنه مهووس بها. في الفندق الذي ذهبوا فيه لحضور اجتماع الشركة، أثارت محادثات زينب وجيم الصادقة وسلوكهما الودي غضبه وبيورته وتعرضه لنوبة ذعر مرة أخرى. وكانت زهرة مفاجأة كبيرة للجميع. لقد جاء وعانق هو وأبوه، ثم أعطى الخبر الكبير، تزوج، كما قدمت سنان كزوج لها. تجمد كل من هالت وأندر من المفاجأة. الحيلة التي لعبها أندر على يلدز. وفي نهاية الحلقة الأخيرة، ترك أليهان زينب وأنهى العلاقة. وفي الحلقة الجديدة، ذهبت الفتاة التي تفاجأت بما حدث وكانت تعاني من ألم الحب إلى الشركة وقدمت استقالتها، وهذه المرة منعت أليهان زينب من المغادرة، كما أنه يؤخر تعيين مساعدين جدد قدر الإمكان. لا ينظر إلى وجه الفتاة ويريدها أن تكون حوله. جاء مدير عام جديد للشركة. إنه شاب وسيم، شقيق صديقة أليهان السابقة. من ناحية أخرى، يواصل أندر أفعاله الشريرة. لقد وضع خطة غادرة لإذلال يلدز في نظر خالد، وقد نجحت. أرسل يلدز لحضور حفل تتويج ملك دولة غير موجودة، كما دعا الصحفيين إلى باب الفندق. كانت الفتاة محرجة، وكان هالت أيضاً محرجاً ووبخ يلدز. أغتنم الفرصة، سخرت زهرة وليلى أيضاً من يلدز. في هذه الأثناء، استخدم أندر إريم لمساعدة هالت في استئجار منزل جميل لنفسه. كان الأخ والأخت في مزاج جيد، لكن أندر لن يكون راضياً عن هذا، فهو يتطلع إلى العودة إلى المنزل. وفي هذه الأثناء، بدأ إريم يتأثر بشدة بما حدث. إنه يفتقد والدته ولا يستطيع قبول الطلاق، وفوق كل ذلك، أصبح الطفل أسوأ عندما سخر منه الأطفال في المدرسة بسبب حادثة يلدز. وفي إحدى الأمسيات أغمي عليه فنقلوه إلى المستشفى. في اليوم التالي، قال الطبيب أنه لا توجد مشكلة جسدية، ونتيجة لقاء الطبيب النفسي تبين أن السبب نفسي. قال الطبيب إن على إريم قضاء المزيد من الوقت مع والدته وأبيه. كان على هالت أن يشرك أندر في الحادث، وبالطبع لا يستطيع الرجل أن يخبر ابنه عن سبب طلاقه من أمه. يستخدم أندر أيضاً الموقف جيداً، وأخيراً دخل إلى المنزل. تفاجأ يلدز عندما رأى المرأة تحمل حقيبتها في يدها. اختفى أليهان لتجنب الذهاب إلى مولد ذكرى والدته. أثارت أختها ضجة، وذهب هاكان وزينب للبحث عنها. جاءت المزرعة إلى ذهن زينب، وبالفعل كان أليهان هناك. لم يتمكن من العودة عندما أصيب هاكان بالصداع النصفي، لكن زينب لم يكن لديها أي نية للبقاء هناك. وعلى الرغم من اعتراض أليهان، فقد قطع الطريق. أليهان غادر زينب. وفي نهاية حلقة ياساك ألماً، سلم خالد يلدز عقد الزواج قبيل زواجهما. وقع يلدز العقدة. تم حفل الزفاف. وبينما كانت يلدز تتجول وهي في حالة سكر من السعادة والنصر،
كانت زهرة تبحث عن فرصة للشر بغيرتها وحسدها، وكان إندر يبحث عن فرصة للشر كما هو الحال دائماً بخبثه. حاول إندر الضغط على يلدز وإحباط معنوياتها في كل فرصة. قام بتثبيته في اجتماع الجمعية وواجهه بقلة أخلاقه. ذهب إندر إلى المكان الذي تناول فيه العشاء في ليلة أخرى وأكد أن الخاتم الموجود في إصبع يلبز هو خاتمه القديم. كانت الفتاة مستاءة للغاية. قال هاليت أن هذا الخاتم كان إرثاً عائلياً فأعطاه لإندر من بعده. شر إندر لم ينتهي عند هذا الحد. اتضح أن والدة يلبز وزينب كانتا عرافتين وقد تعلم ذلك واستخدمه كورقة رابحة ضد الفتيات. كان كل من يلدز وزينب منزعجين للغاية وألقوا باللوم على والدتيهما. بينما كان كل شيء يسير على ما يرام بين زينب وأليهان، حدث شيء فجأة قلب كل شيء رأسا على عقب. اشترى أليهان خاتما لزينب وكان سيتقابلان في الليل. جاء صديق أليهان وأفسد كل شيء دون قصد وقال: أتمنى أن تتزوجي من زينب وأن تحظى بزواج سعيد مثل والدتك وأبيك. هذه الكلمات التي قالها الطفل بصدق ذكرت أليهان بذكرى كان يخفيها عن الجميع. ربما كانت هذه حالة غش، وقد دمر ذلك إيمان أليهان بالعلاقات وثقته بالنساء، مما جعله يصبح رجلاً بارداً وبعيداً. وفي الوقت نفسه علمنا أيضاً أن أليهان كان يعاني من اضطراب عقلي من نوع نوبة الهلع. أليهان تخلى عن هذه العلاقة، تخلى عن زينب وترك زينب. لقد حصلت عليك ولم يعد هناك أي إثارة، لقد انتهى الأمر. قالت: أنا لست من محبي العلاقات ولم أحب هذا الرجل. قالت إنها لم تحبه، لقد كانت مجرد علاقة مؤقتة ولقد انتهى الأمر، وأغلقت الباب على وجهها حرفياً. يا فتاة، أليهان غادر زينب. وفي نهاية حلقة ياساك ألماً، سلم خالد يلدز عقد الزواج قبيل زواجهما. وقع يلدز العقدة، تم حفل الزفاف. وبينما كانت يلدز تتجول وهي في حالة سكر من السعادة والنصر، كانت زهرة تبحث عن فرصة للشر بغيرتها وحسدها، وكان إندر يبحث عن فرصة للشر كما هو الحال دائماً بخبثه. حاول إندر الضغط على يلدز وإحباط معنوياتها في كل فرصة. قام بتثبيته في اجتماع الجمعية وواجهه بقلة أخلاقه. ذهب إندر إلى المكان الذي تناول فيه العشاء في ليلة أخرى وأكد أن الخاتم الموجود في إصبع يلدز هو خاتمه القديم.